انا كنطالب من الزوج ديالي يرجع لبنته، حيت بنته المصير ديالها من هنا لقدام ما غيكونش، بنتي غتشرد. انا كنطالب من الزوج ديالي يرجع لبنته، ما يتبعش عائلته. هادشي اللي كنطالب من هاد الزوج، بني انا كنت ليه نعمه الزوجه، ما عمرني ما درت معاه شي حاجه خايبه. انا عاونت هاد السيد ودرت معاه جميع المستحيلات. انا ما كنطلبش من هاد السيد لا 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 فلوس ولا حتى حاجه، حتى حاجه ما كتهمني. كيهمني المصير ديال بنتي من هنا لقدام. انا كنطالب منه يرجع لبنته. انا ما باغاش نطلق، انا ما اقسم بالله ما باغا نطلق وما غنطلقش، ما غنسيني حتى على ورقه. المشكل ديالي هو عائلته، خالته وجدة كيتدخلوا فيه بزاف، ولو كيتدخلوا فيه كيقولوا لي ما باغاناش حقه هادي هادي. هذا الشيء ما كاينش، ما عمرني هاد الناس، انا كنحلف لكم بالله هاد الناس ما بيني وبينهم حتى حاجه. ولا كان عندهم شي مشكل يجيو يواجهوني ويقدروا يواجهوني ويقولوا لي اش درتي واش درتي. انا هاد الناس ما لحقهم حتى حاجه وما درت لهم حتى حاجه، ما لحقتها بي. وكيحرشوا عليا كيقولوا لي طلقها طلقها، ما عندك ما دير بها، لا ليات غير في الزنقه. وما وجات عندي خالته وعيدت معايا في العيد الكبير وتعاملت معاها مزيان، وهي رغم ذلك كتقول لي طلقها. قالت لي ما بقى مني، عيطت لها بغيت نطلبها باش تطلبوا، قالت لي اجري طوالك ما بقى باغيك لا انت ولا بنتك. وانا كنطالب من هذا السيد يتراجع على وجه بنته، لحين حتى انا صبرت صبرت صبرت، رغم ذلك صبرت بزاف ديال الحوايج. وانا هادشي كامل كنديرو ليه على حساب بنته. انا ما بغيتش بنته هو يكبر في بنته، تكبر في جيه وهو في جيه. هاد السيد هذا ولا كيضربني شي ضرب ما كانش، كان معايا في الاول مزيان، في شويه ولا كيضربني، ولا كيضربني شي ضرب خايب. ورغم ذلك انا صبرت على وجه بنته، واي حاجه على وجه بنته كيقولوا لي سير طلقها ما عندك ما دير بها. الاب ديالو قال لي منك ليه، وانا كنطالب من هاد السيد يتراجع على وجه بنته. انا جيت ندوي معاه على حساب بنته، هز لي الطابله وقلب عليا وحرقني، حرقني من الفخذ ديالي. وانا دابا كنطالب من هاد السيد يتراجع، رغم ذلك هاد الشيء كامل اللي دار ليا، رغم ذلك انا مسامحه دنيا واخره، ولكن عندي المهم ديالي هو بنته. تعاونت معاه في الدار، تعاونت معاه في الدار مني بغى يشتري، كان غا كاري. انا عندي الورق بان الدليل فين كان كاري. اول مره كان كاري غا مع الدراري، مني عاوتاني مني خداني كرينا دار، مني كرينا دار كرينا ب 40000 ريال. قالوا لي دارنا، مني بغى يمشي كري، مني بغى يشتري قال بالاماره سلفيني، قالت لي سير كري بيت مع الكرايه تجمع الفلوس. ورغم ذلك والديا تسلفنا، عندي جوج المليون ديال بنت عمي، كنا كنتسالوها لي عطاتها لي في الشيك اللي تسلموا باش شرا اول مره الدار. انا كنطلب منهم يبحثوا ويعرفوا بنا انا شكون اللي دافع لي بنت عمي. كنتسالى جوج المليون عطيتهم كتبتهم لي في الشيك وعطيتهم لي سلمهم للبنكه ديالو. ورغم ولا كيقول لي هزي بنتك وخرجي سيري، انا ما عنديش فين غنمشي وما عنديش. ما انا معرضه من غدا، انا معرضه للزنقه، والزنقه ولاو فيها غد الدياب. ما عنديش فين غندي هاد الدريه باش انا غنكري. انا باقا صغيره وبنتي باقا صغيره، انا ما بغيتش نتشرد. انا كنطلب من المسؤولين يوقفوا معايا، انا ما بغيتش نتشرد لا انا ولا بنتي. ما عنديش فين غنمشي، ما عنديش، ما غيهزني من غدا ولا متغدا، ما يهزني لا خويا ولا حتى واحد. الوالد ديالي اللي كان كيهزني راه هو دابا عمى، ما بقاش كيشوف. دار العام هادي الخمسه في العمليات هو كيدير لعيني جالس. انا الغلب الله، انا دابا 8 شهور وانا تسلفت الزبابل ديال الفلوس باش هاد الدريه وما كيديو فيا ويجيبو فيا، يديو فيا ويجيبو فيا. في الاخر خرجوا لها 12000 ريال. 12000 ريال اش غدير ليا؟ ما هي قيمتها لي كوش ولا حليب للدريه. انا كنطالب من هاد السيد واخا يعطيني ما عرفت شنو. انا ما باغاش نطلق، انا المصير ديالي. الناس المجتمع ما كيرحمش، المجتمع ما يقولوش هاد السيده اللي ماشي انا اللي ماشي انا اللي ما مزيان، ماشي هو اللي ما مزيانش، غيقولوا انا اللي ما مزياناش. انا رغم ذلك صبرت بكل شيء، ضحيت بالجمال ديالي، ضحيت بالحريه ديالي، ضحيت بكل شيء مع هاد السيد وما دار معايا والو. انا كنطالب من هاد السيد يتراجع على وجه بنته.